هذه ما شاء الله الأكورد الجديد 2018. هذه الحلقة برعاية بريك اوت كافي تراك الرياض مقابل المترو شارع العروبة. ما شاء الله تشوف قصة شوي غريبة. جراند كوب نفس البي ام الجراند كوب بس تحس السيارة وايد عريضة. هذا السيارة طبعا السبورت الليتات الزينم. تحس وايد السيارة كبيرة ما شاء الله. عاد الدبة والشنطة ما شاء الله واسعة. سبير تاير. حلوة حركة السبويلر. حلوة. في تكييف خلفي. والسبورت أسود من داخل. السبورت عدل. كله أسود من الداخل. في عندي الفئات الثانية بيج من الداخل. بيج. ايه. أوكي. لا مساحتها حلوة صراحة ورا واسعة. في شاشة أكبر من هذا ولا هذه أكبر شاشة تصير؟ في هذه 7 إنش اللي فوقيها، الفئة اللي فوقيها 8 إنش. 8 إنش. أوكي. في ترتيب وشغل حتى الأزرير. لمسهم حلو. كاربون فايبر. حركات. دول جايين بميل. بميل نفس المرسيدس ونفس البي إم دبليو. مش عاديين. اي صح. هذا كراسي كهرباء طبعا فيها اف 1 فيها ما شاء الله كنترول فيها اتراكشن كنترول دعسات البنزين دعسات تبعتها سبورتي سبورتي صح نيكل كروم بادل شفترز و... ايوه وفيها مود سبورت هذا المود سبورت اللي تحت هذا سبورت مود وهذا ايكونومي وهذا السايد بريك شوف السبورت تطلع لك الشاشه حمراء هذه 1.5 عدل؟ هذه 1.5 تيربو. اوكي. هذه ما فيها نافيجيشن عدل؟ لا. اللي فيه نافيجيشن بس الفول 1.5 فول 2.0. هذا درج في باور اوتلت. مكيفين يقلب أسود شو رايك نشوف الماكينة نشوف الماكينة أكيد هذا الماكينة إرس دريم هوندا وهاي التيربو وهاي مبرد للتيربو اوكي 1.5 تيربو كم الهورس باور؟ الهورس باور 183 حصان والتورك عندك فكرة كم التورك؟ التورك الحين اجيب لك اياه التواير 235 45 18 شكلهم هايبريد بس السيارة
هذه الجديدة هذه القديمة. القديمة تحسها شوي أرتب بينما هذه تحسها شوي سبورتي، فيها من الإمبالا ممكن. طبعا كل الفئات المعروضة بالصالة سبورت، سبورت لاين، فراح نشوف الجناح. هذه القديمة فرق صراحة بين القديمة والجديدة. خلنا نقول هذه فيها أكثر من شاشة، شوف الأعداد شوي يعني غريبة هناك، شوف الأعداد شلون، سكان الباب شلون، مسكة الباب وفتحات الدرايش غير، وهذا الكونسول وسط شلون لاحظتوا. الحين ننقل للسيارة الجديدة نشوف شلون، نشوف وايد فارق ما شاء الله. هذه تغيرت سكان العددات الكونسول وسطي، الميلة هذه ممكن تخلي زباينها يتغيرون شوي، اللي ممكن يقبلها وممكن ما يقبلها. بس اللي لاحظت شغلة واحدة مهمة، الماكينة نازلة وايد، فمعناتها السيارة هذه السنتر اوف جرافيتي حقها بيكون انزل، تكون ارتب. ماكينتها صغيرة يعني 1.5، اللي اعلى منها التوب اوف ذا لاين اعتقد 2.0 تيربو ما شاء الله. بس هذه ودي كنا حطوا لها معونيات هناك، اتمنى افدكم في هالمزيونة ويعطيكم العافية.